السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمتابعه تطورات الخلاف الحاصل بين الحكومه اليمنيه والامارات بشان الوجود العسكري الاماراتي في جزيره سقطرى. خرج المئات من ابناء سقطرى في تظاهره احتجاجيه تنديدا بالوجود العسكري الاماراتي في الجزيره. المشاركون أكدوا دعمهم للشرعية ورفضهم للتجاوزات الإماراتية، رافعين العلم الجمهوري وشعارات ترفض انتهاك السيادة الوطنية وتطالب بخروج القوات الإماراتية من الجزيرة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة من الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ وصول قوات إماراتية للجزيرة الأسبوع الماضي. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: إلى أين ستنتهي الأحداث بين الشرعية والإمارات، وكيف تحول دور الإمارات من مساند للشرعية إلى منازع على السيادة اليمنية. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. سقطرى غاضبة، طموح الإمارات في احتلال الجزيرة اليمنية يفجر غضبا شعبيا عارما ضد حكومة أبوظبي، ولم يستطع أبناء الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي إخفاء سخطهم الشعبي المتصاعد إزاء تصرفات الإمارات الأخيرة في الجزيرة. ففي عاصمة المحافظة خرجت مظاهرات منددة بتواجد القوات الإماراتية على الأراضي اليمنية، وتعد هذه المظاهرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حيث ألقى المتظاهرون بيانا نددوا فيه بتواجد القوات الإماراتية في الجزيرة، داعين في الوقت نفسه إلى الحفاظ على طبيعة سقطرى وبيئتها وتراثها وصونها من العبث والتجريف. الاحتجاجات الأكثر غضباً بدت اليوم أوسع من سابقتها ومتسقة أكثر مع توجهات الحكومة الشرعية ومواقفها التي كانت طالبت خلال اليومين الماضيين بحلول عاجلة لهذه الأزمة استناداً لأهداف ومبادئ تواجد التحالف العربي في اليمن. وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق بعد فشل مساعي لجنة سعودية بالتوصل إلى حلول، وقالت إن الإجراءات العسكرية التي قامت بها دولة الإمارات في جزيرة سقطرى أمر غير مبرر. النفوذ والتوسع الإماراتي وراء هذه الموجة الغاضبة في الجزيرة التي سعت من خلاله أبوظبي لتقويض السلطة الشرعية من خلال وكلاء محليين، وليس في سقطرى فقط بل كما هو حاصل في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحررة، وهو أمر تقول عنه الحكومة اليمنية إنه لم يعد بالإمكان إخفاؤه. إذن نبدأ نقاش وأرحب بضيفي من محافظة المهرة. ينضم إلينا الناشط السياسي أحمد بلحاف، وأيضا أرحب بالدكتور عبد الله الغيلاني من العاصمة العمانية مسقط. ينضم إلينا الباحث الأكاديمي. أبدأ معك دكتور عبد الله، مساء الخير. دكتور عبد الله هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم أسمعك دكتور، مساء الخير. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني في البداية نتحدث اليوم عن الخلاف القائم بين الحكومة اليمنية والإمارات بشأن التواجد العسكري في سقطرى وأيضا في المحافظات الجنوبية. يعني في البداية إلى أين يمكن أن ينتهي هذا الخلاف بين الشرعية والإمارات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا مرة أخرى. أولا كما يقول الأصوليون، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا بد من توصيف طبيعة هذا الخلاف إن صح أن يسمى خلافا. فالبيان الذي صدر قبل بضعة أيام موصفا ما حدث في سقطرى، أنا لي عليه بعض التحفظات من حيث التوصيف ومن حيث استخدام بعض المفردات. البيان الحكومي وصف ما حدث بأنه خلاف وأنه خلل في العلاقة، وبالتالي هو يدعو يعني مسؤولية هذا الخلاف ويدعو إلى رأب الصدع وإلى التقارب وإلى التعاون خروجا من هذا الخلاف. أنا في تقديري أن المسألة أبعد من ذلك، يعني هذا لا يسمى خلافا سياسيا بين فرقاء يعملون ضمن مشروع واحد. يعني حقيقة الأمر هو افتراق كلي بين مشروعين مختلفين تماما، المشروع الذي تقوده الحكومة اليمنية والذي يرمي إلى إعادة الشرعية وإلى
يعني المحافظة على وحدة اليمن وترسيخ النظام الديمقراطي، ومشروع آخر موازي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة. فتوصيف المسألة ينبغي أن يكون على هذا النحو، وأن لا يوصف يعني هذا الأمر يعني بمجرد أنه خلاف فرعي أو خلل في العلاقة بين الطرفين. هذه لا. مسألة. الآن عودة إلى سؤالك، إلى أين يمكن أن تصل الأمور؟ هذا يتوقف على الموقف الحكومي. أنا أتصور أن هناك أيضا فجوة بين الموقف الشعبي الصاخط والناقم والرافض لهكذا ممارسات تأتي من الخارج، وبين الرسمي الذي يتبدى في مواقف حكومة الرئيس هادي، والذي يتسم بقدر غير قليل يعني من يعني الضبابية، يعني باعتباره لا يوصف الأشياء ولا يسمي الأشياء كما هي. فإلى أين يمكن أن تصل الأمور الآن؟ المسألة بيد حكومة الرئيس هادي. ماذا عسى؟ الموقف الشعبي صريح، موقف القوى السياسية صريح. حكومة الرئيس هادي الآن في هذه اللحظة تتمتع ب يعني قوة استثنائية، فإضافة إلى الشرعية الدستورية التي تحوزها، فهي تتمتع حتى بالقوة الصلبة، يعني الجيش والمقاومة تعتبر بأمر الحكومة، الكتلة السياسية والقبلية يعني هناك كتلة سياسية وقبلية عريضة جدا لا تزال تتمتع حكومي. الموقف الشعبي رأيناه اليوم في سقطرى وقبل ذلك في أماكن أخرى، ولكن يبقى السؤال كيف يمكن لحكومة الرئيس كل هذه المعطيات ومصادر القوة التي بين يديها وتحولها إلى مفاعيل سياسية؟ هذا الذي يمكن أن يحسم يعني هذا الخلاف ويوصل رسالة إلى الأطراف الأخرى في التحالف. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي، سأعود إليك دكتور. أذهب لضيفنا الآخر الناشط السياسي من محافظة المهرة أحمد بلحاف. سيد أحمد مساء الخير. النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد أحمد. يعني بداية، كيف هو الوضع في محافظة المهرة ومحافظة سقطرى؟ أهلا بك وأهلا بالمشاهدين جميعا. الوضع في محافظة المهرة وفي محافظة سقطرى فهو في أسوأ حالاته طبعا بعد التدخلات الأخيرة. فاليوم في محافظة سقطرى كما شاهدتم خرجت مسيرات حاشدة ضمت جميع وكافة فئات الشعب والأحزاب وشرائح المجتمع وفئاتها بشكل عام. وكما شاهدتم أنهم نددوا بالتدخل العسكري الإماراتي الأخير وحملوا لافتات تأييد الشرعية وأصدروا بيان فيه دعم للأهداف المعلنة للتحالف العربي، وما دون ذلك فهو مرفوض جملة وتفصيلا. نعم، بالنسبة للمهرة هناك كما يبدو أنشطة. نعم. حدثت اليوم في محافظة المهرة كما شاهدتم أن رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، والذي يحظى بشعبية واسعة وتأييد شعبي كبير، والذي قد أبدأ تأييده وأكد على ذلك يوم أمس للشرعية فخامة الرئيس هادي، فقد طالب قوات التحالف الممثلة بقوات السعودية في المهرة وقوات الإمارات في أرخبيل وسقطرى بأن تغلل من المظاهر العسكرية التي تتكاثر في هذه المرحلة الأخيرة، وطالبها بأن ترحل عن محافظتين المهرة وسقطرى وأن يساهموا في دعم عملية التنمية وتوظيف أبناء المحافظتين. بالخصوص وضع في محافظة سقطرى، فلا زالت القوات الإماراتية تسيطر على المنشآت الحيوية للجزيرة بما فيها المطار والميناء وتسريح الموظفين واستفزاز الشرعية واستفزاز الشعب، وهذا الأمر الذي لا يرضاه أبناء جزيرة سقطرى، وكذلك يتضامن معهم أبناء محافظة المهرة الذي اعتبر الامتداد التاريخي لهم، وكذلك جميع أبناء الوطن. فأبناء سقطرى يؤكدون على يمينية سقطرى ولن يفرطوا بشبر واحد من سقطرى. نعم، بالنسبة للمهرة أفهم منك أن التواجد هو هناك تواجد لقوات سعودية بينما الإمارات لا تتواجد في المهرة. لا، كان سابقا أن تواجد هناك الهلال الأحمر الإماراتي تحت غطاء المعونات الإنسانية، ولكنهم فشلوا ورحلوا عن المهرة ولم يبقى أحد منهم، والآن تتواجد قوات أخرى سعودية وهو يشابه التواجد الإماراتي في أرخبيل سقطرى، وكل ذلك مرفوض جملة وتفصيلة. وأبناء محافظة المهرة وسقطرى يطالبون الشرعية باتخاذ موقف حازم بهذا الشأن، وهم لا يخرجون عن موقف الشرعية ولا يخرجون عن الأهداف المعلنة التي أعلن عنها التحالف العربي في بداية الحرب ضد الإنقلابيين. وأبناء محافظة المهرة وسقطرى يعني لا زالوا متمسكين بالأهداف المعلنة الرئيس هادي. نعم، طيب يعني من خلال المعطيات الحاصلة خلال الساعات الماضية، يعني توقعاتك للوضع في هاتين المحافظتين خلال الأيام القادمة؟
فهو كل هذا مراهن يراهنون على قرارات التي سيتخذها الرئيس الشرعي هادي. فقد راينا بالامس كان لديه عقد اجتماع مع الهيئه الاستشاريه وتم تاجيله 48 ساعه حتى ان التدخل السعودي يقول انهم سيحلون المشكله في سقطرى. وكل هذا مرتهن للقياده الشرعيه ماذا ستتخذ، ما هي القرارات. نعم، اذا اشكرك جزيلا من محافظه المهران ناشط السياسي احمد بالحاف، شكرا جزيلا لك. اعود لك دكتور عبد الله، يعني هناك بيانين كما لاحظنا، بيان للحكومه اليمنية وبيان آخر للإمارات بخصوص الخلاف المحتدم. بالنظر إلى البيانين، كيف تنظر إلى البيانين؟ أولا البيان الحكومي قد أشرت إليه، نعم، لم يلامس الداء ولم يشخص المشكلة ولم يسمي الأشياء بأسمائها كما هي. يعني البيان في قدر غير قليل من المراوغة السياسية أمور يعني على غير حقيقتها. وبالتالي أنا أتصور يعني على حكومة الرئيس هادي أن تخرج من هذا المربع، مربع المراوغة السياسية، خاصة بعد أن اتضح أن هناك شعبيا واسعا ورفضا شعبيا واسعا لهذه الممارسات في المحافظات الجنوبية والشرقية. الخشية أن الموقف الحكومي إذا بقي يعني متخلفا عن الموقف الشعبي، فأنا أخشى أن الموقف الشعبي يسبق الموقف الحكومي وتصبح هناك فجوة يعني بين الحكومة وبين شعبها. فعلى الحكومة أن تعيد النظر في مقارباتها وفي تشخيصها للمشكلة وفي قراءتها لما يحدث اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وعليها المطالب الشعبية والموقف الشعبي. أما البيان الذي صدر عن الخارجية الإماراتية بالأمس، فيعني أيضا يعني كما هو متوقع يعني البيان لا يعكس أو لم يتحدث صراحة عما يجري على الأرض، وأيضا يعني زج بالإخوان المسلمين في هذا الصراع وحمل الإخوان المسلمين يعني كل يعني الإشكالات التي تحدث أو تواجه الإمارات الآن في اليمن، وهذا تشخيص غير دقيق. يعني لذلك أنا يعني نصيحتي لصانع القرار في الإمارات عموما وللحكومة الإماراتية أن يعيدوا النظر في هذه المقاربات. أيضا يعني اليمن اليوم يمر بلحظة استثنائية ولا يمكن البناء على ما يحدث في هذه اللحظة الاستثنائية. إذا استعاد اليمن عافيته فإن الشعب اليمني سينقلب حتما على كل وعلى كل، وهذا سيخلق يعني ثغرة أمنية كبرى في المنطقة نحن في يعني غنى يعني عنها. يعني يسعى الإمارات العربية المتحدة أن تقيم علاقة طبيعية لليمن مع اليمن، واليمنيون بطبيعتهم يقدرون الدور أو الأدوار التي لعبتها الإمارات السعودية وغيرها من دول التحالف في تحرير اليمن في مرحلة ما بعد التحرير. أما أن يتخذ من التحرير ذريعة ويتخذ من التحالف مدخل للهيمنة على اليمن والعبث ب يعني الواقع الجيوسياسي اليمني والهيمنة على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية اليمنية، فأحسب إشكال لن يكون بوسع الإمارات ولا المملكة العربية السعودية يعني التعاطي معه في المراحل الـ يعني اللاحقة. نعم، لكن دكتور يعني البعض يتساءل لماذا اختارت الإمارات جزيرة سقطرى بالذات؟ الإمارات كما هو معلوم تتحرك وفق مشروع إقليمي متكامل. من تمظهرات هذا المشروع أو من استحقاقات هذا المشروع هو الهيمنة على الممرات المائية وعلى المواقع. فهناك وجود إماراتي في الصومال، صحيح أنه حدثت قطيع الأسابيع الأخيرة، كذلك ولا للوجود الإماراتي في جيبوتي. وبالتالي يعني التموقع في جزيرة سقطرى وفي عدن وفي المناطق في الممرات المائية بالذات يأتي ضمن هذا المشروع. ولكني أقول أن الإمارات دولة ليست قوة إقليمية، وبالتالي ليست في حاجة إلى هذا الطموح الجيوسياسي الذي يقوم على يعني هذه الممارسات التي يمكن عواقب وخيمة ليس فقط على الإقليم وإنما على الإمارات بطبيعة الحال. الإمارات ليست يعني تركيا وليست إيران وليست المملكة العربية السعودية، أي أنها ليست قوة إقليمية بحيث أنها تمارس هذا التمدد الاستراتيجي المفرط. فإن كان هناك مصالح إماراتية في هذه المناطق يكون المدخل هو التوافق مع الحكومات. أما التواجد رغم يعني هذه الحكومات فإن ذلك سيخلق واقعا في
سياسيا وجيوسياسيا يعني مضر بالجميع، يضر الإمارات كما يعني هذه المناطق وبالذات اليمن. نعم دكتور، اسمح لي أشارك معنا في النقاش. سينضم إلينا من القاهرة الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. سيد فتحي مساء الخير. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد فتحي. هل يمكن القول أن الخلاف اليوم بين الإمارات والشرعية في تصاعد، وإلى أين سينتهي هذا الخلاف؟ الحقيقة أن الخلاف بين الإمارات والحكومة الشرعية ليس وليد اللحظة وليس وليد أزمة سقطرى. سقطرى هي حلقة من ضمن صراع سابق اندلع ربما قبل أكثر من عام ونصف منذ اليوم، وصراع سقطرى هو مرحلة جديدة من ضمن هذا الصراع، وهذا الصراع للحقيقة يجب أن يحسم. أما أن ينتصر طرف من الأطراف وهذا أمر مستبعد أساسا، لأنه كل طرف لديه عوامل من القوة، أو أن يتجه الطرفان صوب تسوية سياسية تضمن حق وحضور سياسي لكل طرف من الأطراف. المؤسف في الأمر أن الصراع وصل إلى مرحلة صعبة، وأعتقد شخصيا أن محاولة التسوية السياسية بين الطرفين ربما تكون ضئيلة، أو ربما فرصها وحظوظها بسيطة جدا، لكن الأمر في الأساس هو يندرج في إطار الحكومة الشرعية. هي صاحبة الحق وهي صاحبة التمثيل وهي هو سيد فتحي السيادة. يعني البعض أيضا يتساءل أي جرأة يعني تمتلكها الإمارات حتى تصارع على السيادة مع طرف يملك السيادة بأكملها على البلد. هو الحقيقة أن اليمن منذ اندلاع الحرب انتهكت بشكل كبير من قبل كل الأطراف الدولية، والإمارات طرف من الأطراف الدولية التي دخلت اللعبة. إذن من يحدد علاقة الإمارات بالشعب اليمني وبالسيادة اليمنية هي الحكومة الشرعية، وعلى الحكومة الشرعية أن تتحمل مهامها تجاه الشعب اليمني، تجاه السيادة اليمنية، تجاه الجزر، تجاه الموانئ. الناس للأمانة حينما تدخلت الإمارات في اليمن وتحديدا في جنوب اليمن كانوا يعلقون الكثير من الآمال على الدور الإماراتي من ناحية التنمية، من ناحية الخدمات، من ناحية الحضور الإنساني الحقيقي، لكن بعد 3 سنوات لم يتحقق من هذا الحضور إلا زرع الميليشيات وزرع المسلحين وزرع الجماعات المسلحة هنا وهنا، وتعطيل ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى أخيرا. هذه التصرفات وهذا الدور السلبي للأسف الشديد لم تكن الإمارات بحاجة له. الإمارات عليها أن تقرأ التاريخ وأن تدرك أنه أي قوة منذ مئات السنين حاولت السيطرة على اليمن فشلت وخرجت مدحورة. ما الفائدة من السيطرة على سقطرى ومحاولة الادعاء بتملك سقطرى؟ اليمنيون لن يتنازلوا عن ذرة تراب واحدة لا في سقطرى ولا في عدن. لكن هي على ماذا تعتمد في لعب هذا الدور سيد فتحي؟ والله هي للأسف الشديد هي تعتمد على حالة الضعف التي تعيشها اليمن، أو حالة التمزق، أو حالة الحرب الدائرة، لكن هذه أساسا هي حالة مؤقتة. يعني في الأخير الحرب هذه ستنتهي وكل الأطراف اليمنية ستذهب صوب تسوية دولية، لا توجد حرب تستمر إلى الأبد. في الأخير الأطراف اليمنية ستتفق فيما بينها البين وستطالب بالإمارات أن تغادر وستغادر الإمارات. نحن نريد أو كشعب يمني كنا نتمنى أنه حينما ستغادر الإمارات يغادرها أو تغادر والشعب اليمني راضي عنها. نعم. الشعب اليمني يدعو لها، لا أن تغادر وهي تركت الكثير من الجراح في قلوب الناس في اليمن. من نعم. ينظر إلى وضع عدن اليوم مثلا، وهي المدينة التي تسيطر عليها الإمارات شرقا وغربا، يسوء حالها، لا كهرباء، لا خدمات، لا أمن، لا أمان، ميليشيات مسلحة، وضع سيء جدا، ووضع ينسحب أيضا حتى على سقطرى وعلى كافة المناطق. نعم. اليمن بشكل عام ليست بحاجة إلى قوات التحالف، ليست بحاجة إلى هذه الكيانات العسكرية الضخمة. اليمن بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى تنمية. المواطن في عدن محتاج إلى كهرباء، محتاج إلى مياه. نحن ما أردناه من الخليج كنا نتمنى أو نأمل أن الخليج
يمد يد العون والمساعدة للشعب اليمني بشكل حقيقي، لكن للأسف الشديد أحدثك اليوم بعد 3 سنوات وعدن للأسف الشديد ليست فيها لا كهرباء ولا مياه ولا في حتى الوقود. تخيل الوقود الدب البترول الواحدة اليوم ب10,000 ريال في عدن. أي تحالف هذا وأي أي أي نصر للشعب اليمني؟ للأسف الشديد التحالف ضل طريقه، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت أن يراجع التحالف سياسته في عدن، يراجع سياسته في حضرموت، يراجع سياسته في شبوة، في كل المناطق، ويسعى فعلا لنصرة الشعب اليمني. أما أوهام الجزر، تعطيل الموانئ، هذه أشياء يجب أن يقتلعوها من رؤوسهم، لأنه في الأخير اليمنيون سيقتلعونها غصبا أو رضا. بالضبط. إذن أبقى معنا سيد فتحي. أذهب بسؤال أخير للدكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور، إذا ما تحدثنا عن الموقف السعودي يعني من حيال كل ما يحدث مؤخرا، هل يمكن القول أن السعودية يعني سلمت كل الثقل الإقليمي للإمارات، وما هو المقابل؟ نعم، أنا في تقديري أن ما يجري الآن في اليمن ليس بعيدا عن الرضا، أي أن ما يجري يعني لا يأتي رغما عن الإرادة السعودية. المملكة العربية السعودية هي قائدة هذا التحالف، وهي القوة العربية الإقليمية الأكبر في المنطقة، وهي قادرة على لجم هذه التصرفات. ولكن يبدو كأن هناك شيء من التوافق بين الإمارات وبين المملكة العربية السعودية، وأنا أقول أن مثل هذه الممارسات تضر بالأمن القومي السعودي على نحو مباشر. المناطق المحررة اليوم في اليمن في الجنوب وفي الشرق ليست بحاجة إلى مظاهر مسلحة. كل هذه التشكيلات العسكرية يمكن أن ترحل. هذه المناطق لم تخط حربا، لم تكن جزءا من الصراع. إذا تحدثت عن المهرة وعن شبوة وعن حضرموت وعن سقطرة وحتى عن الجنوب اليمني في عدن وغيرها، هذه المناطق ليست بحاجة إلى هذه العسكرية. والتحالف لم يأتي إلى اليمن من أجل أن يقيم تشكيلات وبنى عسكرية في هذه المناطق. التحالف دخل اليمن بطلب من الحكومة الشرعية ولأداء مهمة ورسالة محددة. يبدو أن التحالف قد يعني انحرف عن هدفه الرئيسي، وهو مقارعة الحوثيين وإخراجهم من السلطة وإعادة الحكومة الشرعية، ويعبث بالنسيج الاجتماعي والقبلي والسياسي يعني اليمني، وهذا فيه إضرار بالتحالف. يعني هذه التضحيات المادية والبشرية والعسكرية التي يدفعها التحالف اليوم ليست ذات جدوى، إذ أنها لا تخدم الرسالة والمهمة الجوهرية التي جاء التحالف من أجلها إلى اليمن. نعم. إذن أنا أقول أن على حكومة الرئيس هادي أن تعيد النظر في معادلة العلاقة مع التحالف مرة أخرى، وأن تكون هناك أخرى لطبيعة هذه العلاقة. المشكلة أن حكومة الرئيس هادي رغم مصالح التي تتمتع بها والتي أشرت إليها قبل قليل، ولكنها يعني لا يعني تفعل مصادر القوة هذه، ولا تزال تلعب يعني في مربعاتها بعيدة تماما عن المربعات الحرجة في إدارة هذا الصراع. الخطوة الأولى، أختم بهذه المسألة، الخطوة الأولى التي يتحتم على الرئيس هادي أن يخطوها هي العودة إلى اليمن، سواء إلى عدن أو إلى مأرب أو إلى أي عاصمة مؤقتة أخرى، حتى يستطيع أن يدير الصراع وأن يقضي على هذه التداعيات. بقاء الرئيس خارج اليمن أنا في تصوري أنه لن يساهم في حل الإشكال، وربما من المشكلة أكثر، ونجد أنفسنا بعد 4 أسابيع أو 4 أشهر نتحدث عن مشكلة أكبر من المشكلة التي حدثت في سقطرة أو في غير سقطرة. نعم، إذن أشكرك جزيلا الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي، كنت معنا من العاصمة العمانية مسقط، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي فتحي بالأزرق. سيد فتحي، يعني هل يمكن القول أن يعني هناك انقساما في الشارع الجنوبي بما يخص التدخل الإماراتي في اليمن؟ شوف، الناس في الجنوب عندها قضية جنوبية، وهذه القضية الجنوبية للأسف شديد تحولت إلى مسمار جحا، أو بما معناه أنه كل طرف يريد أن يتاجر بالجنوب وأن يسوق الجنوب وأن يعبث بالجنوب يتحدث عن القضية الجنوبية والمطالب الجنوبية. نعم. الأطراف السياسية اليمنية عبثت بهذه القضية خلال السنوات الماضية، جاءت الإمارات الآن وهي تعبث بالقضية. في الأساس لا يوجد أحد مع القضية الجنوبية سوى أهل الجنوب. هناك قضية جنوبية عادلة، قضية وطن أحتل في 94، هذا لا خلاف عليه بالمطلق. قضية حق الناس في الجنوب بالانفصال لا خلاف عليه، لكن
الإمارات حاليا تستخدم هذه القضية خدمة لمصالحها وهي ليست قادة في هذا الموضوع. مثلها مثل أطراف يمنية كثيرة. لذلك الشارع في الجنوب في الأخير لن يتنازل عن أرضه. الشارع في الجنوب أساسا لن يسمح مثلا بالعبث بميناء عدن، ولن يسمح بالعبث لا بحضرموت ولا بسقطرة ولا بأي مكان. نعم. في الأخير السيادة اليمنية على هذه الأراضي خط أحمر، لا خلاف على هذا. في الشارع الجنوبي بمطلق المجتمع في الجنوب موحد. المجتمع في الجنوب بعد الحرب كان 99% يؤيد الإمارات، وكان فعلا هناك تعاطف كبير جدا مع الإمارات داخل الجنوب. نعم. لكن التصرفات السيئة ضد الحكومة الشرعية، ضد المقاومة، ضد الأطراف المحلية، عدم تقديم الخدمات للناس في الجنوب من قبل الإمارات، للأسف شديد أضرت بشكل كبير بسمعة الإمارات. الإمارات كانت لديها فرصة ذهبية ونادرة أن تستمر على منوال إيجابي وجيد داخل الجنوب، لكن للأسف شديد أخطأت بشكل كبير وذهبت إلى تشكيل الميليشيات وضرب بعضها ببعضها وضرب قيادات المقاومة بعضهم ببعضهم والذهاب ومشاكل هي أساسا لم تكن بحاجة تدخلها أبدا، كانت بحاجة إلى تلمس هموم الناس، مراعاة مصالحهم والعمل لحل قضاياهم، لكن ذهبت مستنقع السياسة. ومستنقع السياسة أي دولة أجنبية تدخل في مستنقع سياسة محلي لم تغادر بسلام، دخلت في مشاكل الناس فيما بينها داخل الجنوب، ودخلت في صراعات طويلة وغذت هذا ضد هذا وقوت هذا ضد هذا، فصار الأمر يشبه نفس السلوك الذي مارسه البريطانيون قبل رحيلهم عن عدن. إذن المجتمع موحد في عدن، المجتمع موحد في الجنوب بشكل عام، ليس ضد الإمارة فقط لكن ضد أي قوة سياسية يمنية تعبت في الجنوب. هو موحد في قضيته، لكن في مسألة الإمارات هناك انقسام في الشارع كما هو واضح في مسألة دور الإمارات والتواجد الإماراتي. في الأخير الناس متعددة، هذا مع فلان وهذا مع فلان وهذا مع فلان، لكن في الأخير الناس لم تفر. يعني أنا أقولها لك بكل وضوح وصراحة، لن تجد أي جنوبي يفرط بحبة رمل في سقطرة، لن تجد أي جنوبي يفرط بميناء عدن أو يرضى أن يتعرض ميناء عدن للتدمير. في الأخير أي ممارسات في هذا الإطار هي ممارسات عبثية لن تنتج شيء. يعني لن يظهر للإمارات أي شعب أو جزء من الشعب في الجنوب يقول لهم خذوا سقطرة مجانا ونحن نتنازل عنها، لا، لن يسمح أي مخلوق أن يتم التنازل عن ذرة تراب يمنية واحدة. هذه الأمور أساسا أمور سيادة وأمور متصلة بالكرامة، والناس في اليمن لها كرامة. صحيح الناس في اليمن فقراء ووضعهم المادي صعب ويعانون، لكن عند الكرامة اليمنيون هم أعظم شعوب الأرض ولن يتنازلوا عن ذرة تراب واحدة. هذه الأمور كان يفترض بالإمارات وحتى بدول الاتحاد الأخرى أن لا تدخل فيها، أن لا يعني تلامس جرح الناس فيما يخص كرامتهم، الناس يتحملون أي شيء إلا هذه الأمور. لكن للأسف الشديد هم ظنوا أن اليمن منهكة وأنها ضحية صراع حرب طويلة وأن وضعها سيء، ظنوا أن هذه الأمور ممكن أن تمضي وأن الإمارات ممكن تسيطر على سقطرة وأن تحتلها وأن تمضي الأمور. مستحيل، هذا وهم وهم. أتمنى أنه ما حدث خلال الفترة الماضية صحه ومؤكد أنه موقف الحكومة كان موقف إيجابي. أنا شخصيا أختلف كثيرا مع الحكومة، لكن حينما يكون الأمر متصل بالسيادة الوطنية، حينما يكون متصل الأمر بكرامة الناس في اليمن، نحن سنقف إلى جانب الرئيس هادي وسنقف إلى جانب الحكومة وسنقف إلى جانب كل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية دفاعا عن اليمن، دفاعا عن أرض اليمن، دفاعا عن كرامة اليمن. هذا أمر خط أحمر تعيه الإمارات وتعيه السعودية وتعيه كل القوى السياسية العربية التي جميل. أشكرك جزيلا السيد، وضحت الصورة، وأشكرك جزيل الشكر الصحفي فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بهذا نكتفي مشاهدينا، وأشكر ضيوفي، كان معنا من محافظة المهرة الناشط السياسي أحمد بالحاف، وأشكر أيضا الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي كان معنا من العاصمة العمانية مسقط، والشكر أيضا لفتحي بن الأزرق كان معنا من القاهرة رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.